بتوع الأنثروبولوجي راحوا دوروا في العالم، فلقوا حاجة فريدة جدا في أماكن اسمها مستنقعات الماكو. الماكو ده في البرازيل، وجدوا فيه مستنقعات الماكو إنه مفيش أسرة. مفيش أسرة يعني إيه؟ دي حاجة غريبة جدا. يعني إيه مفيش أسرة؟ يعني الست تتجوز اللي هي عايزاه فتحمل من اللي حتى هي ما تعرفش هي حملت منين، فتولد، فالولد ده يبقى ابنها لان هو جاي منها وعارفينها ان هي حملته في بطنها وجاي منها. طب فين الاب بقى؟ مفيش. طيب مفيش اب، يبقى في ام وفي ابن. طب فين السكن؟ فين البيوت؟ مفيش. طيب فين بالشكل ده رئيس القبيلة؟ مفيش. طيب لما رئيس القبيلة مش موجود يبقى أمال هم عايشين ازاي؟ عايشين كده كل واحد لوحده. طب فين الجيش اللي هيدافع عن القبيلة دي لو ان مجموعة حتى من الحيوانات هجمت عليهم فبيدافعوا علشان يحموا الأطفال الصغيرة دي أو يحموا المجتمع ده؟ مفيش. شيء غريب جدا انه فقد الأسرة فقدت معه الاجتماع البشري.